وايد صراحه، لكن بنروح حق قرار التحكيم الاول اذا جاهز مع الاخوان. بس في فاول حق العربي على 18 ما احسبها. بنشوف مالك شيء والله. لا والله في فاول هني الحكم يا حق احمد الفضلي وخالد القحطاني. مسعود انا ودي اتكلم عن الصوره هذه اللي حصلت. لا ادري الحكم يا هني يعني هل من حقه مثلا عادي يعني عشان فريق واحد لازم يجي لهم فيها كرت هذه حصل عادي يعني ما لا لا شوف فيها كرت هذه من ناحيه تحكيميه فيها كرت هذه هي ما صار شيء. ليش؟ اول شيء اذا في كلام بينهم الحكم ما راح يفهمه، هذه اول نقطه. ثاني نقطه الشيء اللي صار طبعا هو غلط وانا ما بري احمد الفضلي الحارس احمد، لكن انا اشوف ان الاثنين تكلموا وخلاص وخروا عن بعض يعني ما راحوا حق بعض وتواجهوا، كل واحد قال الكلام اللي يبي يقوله. مسعود ايش يقول؟ هذه تصير ترى مسعود، هذه تصير. لكن الخطا لو هم مستمرين وجابوا بعض، شوف ما حد رد على الثاني يعني هذا دزه وهذا دزه يوخر عنه رد قولك مو يسوي له مشكله. الامر الثاني احمد قاعد يقول له اضغط اضغط على اللاعب برا 18 قاعد يلومه هو قاعد يلومه هذا المقصد انه المقصد اتوقع قاعد يصرخ عليه احمد هذا وخالد ممكن ما ضغط مبكر هذا المقصد يعني انت تأيد او ترى انه في كرت اصفر لا مو كرت اصفر لكن يحذره انا اتفق مع كلام ابو سالم. النقطه اللي ذكرها ابو سالم هي يعني النقطه الرئيسيه وهو ما صار في يعني لو في لو القحطاني واقف وراد عليه لا تستحق طيب. لكنه ابتعدوا عن بعض لفت نظر اي بس نروح حق القرار التحكيمي الثاني في المباراة. هذه اللقطة يمكن العرباوية طالبوا بخطا، هذه اللي تقول عنها ابو عايشة؟ لا مو هذه مو هذه ما نشوفها وين بالبطن ابو علي فيها فاول نشوفها بالبطن هني كان ترى ابو بكر عنده انذار حسب هاند بول حسبها فاول على فاول هذه لا بس هي فاول فاول ايه هي فاول ابو سالم شوف ايده وعلي انت فاول 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 الدكتور فاول ولا مفاول الحكم انا مع الحكم مو فاول مو فاول لا لا فاول ابو سالم مو انا دائما مع الحكم لا ما مو سالف مع الحكم الحكم بشر يخطئ ويصيب انت شوف الحين شوف البطيء شوف ايده 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 بعد شلون بعد شلون الدزه عاديه اللعبه والله ما ادري الحكم قريب اذا ابو سالم اذا دزه اذا دزه من الظهر عاديه هذا موضوع الحكم قريب بس لو في تقنيه الفار اعتقد يمكن يرجع لها الحكم واتوقع يمكن يغير رايه اذا 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 كانت مو قالوا بيحط بيجرمونها قبل النهائي القوها والله القوها كانوا ما صدر بيان رسمي ابو سالم يعني احنا الاتحاد يعني. لما تكلم عن تقنيه الفار تكلم بشكل رسمي وطلع اخونا صبيح ابو في لقاء تلفزيوني وقال اعلن على الهواء مباشره إن تمت ستتم تطبيقه العرف ولا باللائحة هاي ما يبي ما أدري لا لا إحنا نتوقع يعني لا شوف بقول شغلة أنت إذا بتطور يعني أقول علي الدخول بالريل مصاب الكرة لا بدك أنت مصاب الكرة تمشي مع الناس اللي برا عدل يعني انت اليوم كل الاتحادات خلص تطور خلص يعني في شيء ثالث بعد يا اخوان في بعد في واحد ثاني هم حق الرشيدي هناك بال 18 صوب الثاني من اللاعب يوخرها من ظهره يدزه وما يحسبها شوف قرار التحكيم الثالث شوفه يعني لا بالريل حاش الكرة لا بالإيد حاش الكرة فرحة خالد قحطاني فيها شيء يا جماعة عادي يعني شيء لا راح حق جمهور العربي ولا لشغل راح صوب جمهور القادسية ما في حركة سواها عادي طيب. يعني طيب هي يعني بالنهاية القرار أرجع أقول تقنية الفار